نفذت القوات البحريه تدريبا عابرا مع عدد من السفن التابعه للبحريه الامريكيه والاسبانيه في نطاق الاسطول الشمالي بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعده الاسكندريه البحريه والتي استمرت لعده ايام وبدات الفعاليه بعقد مؤتمر ما قبل الابحار بغرض تنسيق الانشطه التي سيتم تنفيذها الى جانب تعارف القوات المشتركه لكلا الجانبين في حين تضمن التدريب مجموعه من الانشطه القتاليه البحريه المختلفه وتاتي تلك التدريب في اطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحه المصريه ونظيرتها من الدول الصديقه والتي تتمتع بخبرات كبيره في هذه المجالات ما يسهم في دعم الامن البحري والاستقرار